هرباً من جحيم الحرب في اليمن، استقرت الطفلة نور مع أسرتها في دولة الهند، إذ غادرت من مديرية المصراخ بمحافظة تعز إلى مدينة أورنج أباد، وهناك استمرت في مهمة تغيير الصورة الذهنية عن اليمن لدى جميع من تقابلهم في طريقها. اليوم أنا عملت بروجرام تغيير من حقين اليمن على الناس الهندي، على الكافي موكا كافي، على الموكا كافي اللي أنا جبته من حقين اليمن، وهو حقنا الناس الكافي. قدرة نور على التحدث باللغتين الهندية والإنجليزية أتاحت لها فرصة المشاركة في يوم البن اليمني موكا هنا وفي هذا المزار التاريخي، والذي يقصده الزائرون بولاية مهاراتشارا الهندية. أقامت نور معرض صور التقطت لموسم البن في مناطق متفرقة من موطنها اليمن، حيث عملت على تقديم معلومات بشكل تفصيلي عن أصالة البن اليمني وجودته، كما منحتهم بعضا منه ليتذوقوه. نحن نسمع عن اليمن، لكن هي أعطتنا نبذة مختصرة عن كيفية إنتاج وقطف البن اليمني. اليوم لأول مرة أحصل على فرصة لتذوق هذا البن، في الحقيقة أعجبني. سابقا جربت أنواعا من البن في الهند، لكن البن اليمني جيد المذاق وممتاز، وأنا متأكد بنسبة 100% بأن السوق الهندي سيكون من أفضل الأسواق لتسويق هذا البن، وسيعجب الهنود كثيرا لأنهم يفضلون القهوة. جربنا مذاق البن اليمني والذي أحضره السيد جليل من اليمن إلى هذا المكان. أنا وعائلتي تذوقنا هذا المنتج، مذاقه جيد، لم يحصل أن تذوقنا مثله من قبل. مع مغادرة أسرتها البلاد قبل 5 أعوام، كانت نور ما تزال طفلة لم تستوعب بعد ما يدور حولها من أحداث، إلا أنها اليوم هنا تستذكر موطنها الأصلي، متمسكة بحلم العودة والعيش في كنفه.